الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع الخلق الحسن، ما زلنا مع حسن التعامل، ما زلنا مع العشرة الحسنة، ما زلنا مع تكامل درجات الإيمان. في قول نبينا العدنان صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال: وخيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وقال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وبينا أصناف النساء في الحلقة الماضية، وهنا الآن نقول في ديننا فسحة، ولنعلم بأن العاطفة ومسألة المودة بين الزوجين والأنس أمر ومطلب رئيس شرعي، وأنه مقصد من مقاصد الشريعة لبناء الأسرة الإسلامية. فإن بناء الأسرة إن كان على أساس واضح جلي، وعلى ود، وعلى ملاطفة ومؤانسة ومحبة أو عمق محبة، مع تعاون على الخيرات، المجتمعات بأسرها تنمو وترتقي وتعلو وتسمو. وهذا كله الأساس، أن نقول أن الإنسان يحاكي غيره، وأن الإنسان صاحب الهمة الراقية لا يكون منفردا في طريق، يأتسي بغيره وينظر إلى أصحاب الهمم الراقية فيفعل مثل ما يفعلون. وحسن الأسوة في ذلك هو الذي يعني جاء فعلم البشرية بأسرها وساد الناس أجمعين، وهو سيد الخلق أجمعين. عفوا، وهو النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، قال: أنا سيد ولد آدم، ولا فخ ساس النساء وساس الأمة بأسرها. وعدد الله له أزواجا كما فعل ذلك مع الأنبياء السابقين قبل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، لم يكن بدعا من الرسل، حتى يأتي يعني من الرعاع الذين لا يفقهون شيئا، ومن المستشرقين الذين يضربون الدين في شخص نبيهم الكريم في أزواجه وتعدد الأزواج. سليمان كان عنده 100 امرأة يطوف عليهن، الله أعلم ممكن يكون أكثر من ذلك، لأنه قال: لأطوفن الليلة ب100 امرأة. داود، موسى عليه السلام قال: وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ولأن الذي يستطيع أن يسوس النساء يستطيع أن يسوس الأمة بأسرها، وهو الذي طبق تطبيقا تاما أمر الله جل في علاه، لأن الأوامر تنزل على النبي وتكون للأمة بأسرها، طبق قول الله جل في علاه: وعاشرهن بالمعروف. وهو الذي ضرب لنا أروع الأمثلة في حسن الخلق والأنس والملاطفة، يعني يمكن أن يعبر المرء المكلف عن مشاعره لزوجه. نعم، بل هو المطلوب، بل هو الأساس، بل الذي يحجب مشاعره. فهذا إما أن يكون صلبا صلدا، ولا طالما كانت الوحشة ومسألة الروتينية في التعامل، أو لا يكون ممن له ذوق
راقي يستطيع أن يرتقي به. الإنسان بدون معاشر مشاعر ما يستطيع أن يعاشر أحدا أو أن يكون في هذه الدنيا موائما هينا لينا رفيقا، يعني تراه من أحسن الناس صنعا لمن يتعامل معه. الذوق الراقي والمشاعر الفياضة التي تكون على الإنسان أساسها أنه يحب الله جل في علاه ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يتعامل مع الناس بهذا الحب والود والرفق والأنس، وهكذا يكون الإنسان. لأن النبي قال عموما إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطير رقة، وقيل توكلا، وهناك ملازمة بين الرقة وبين حسن التوكل على الله جل في علاه. يتجلى لنا حسن الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم، يتجلى لنا حسن الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نعيش في هذه الأيام معه، كيف كان يتعامل مع أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، ويتعامل كيف مع أزواجه. نحن الآن ينصب نظرنا وبصرنا على أن ننظر كيف يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه حتى نأتسي به، حتى تستقر البيوتات. الآن يعني إحصائيات الطلاق صارت كثيرة جدا جدا جدا، لو أحد جعله الله جل في علاه يعني منصبا للنظر في إشكاليات البيوتات سيعلم أن عدم الأنس بين الزوج وزوجه تفاقمت، وأيضا الوحشة الشديدة وتجانب الأفكار، عدم تجاذب الأطراف الحديث بين الزوج وزوجه جعل هذا الأمر البيوتات مغلقة ليس فيها إلا الأمور التي يكون فيها أداء الطعام والشراب وانتهاء الأمر، وحتى الالتقاء لا يكون إلا على تباعد الفترات، لأن القلب لا يفو إليه ولأن القلب لا يميل إلى صاحبه. فلذلك ما ترى يعني حتى في لحظات اللقاء ما تكون هذه اللحظات التي تجعل دقات القلب ترتبط بدقات القلب والمشاعر تختلط مع المشاعر، فيعيش المرء كأنه في جنة، يحتسب الأجر في ذلك، ويزداد الأنس والود والملاطفة والمؤنسة والمحبة بين الرجل وبين زوجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، يعني هو له فيه الأجر العميم بعدما حتى يقضي وطره ويكون في نشوة ومتعة، يرضى الله جل في علاه عنه في هذه الحال، وهو يرضى عن زوجه وزوجه ترضى عنه، ويكون الوئاب بينهم والترابط، فلا يمكن أن يفرط فيها بعد ذلك. لكن أنت ترى كثير من الحلف بالطلاق، ترى تعليق الطلاق، ترى الطلاق الصريح، ترى بعد ذلك عدد الطلقات التي تأتي وتنهال كرصاصات البندقية، وكيف تعود بعد ذلك لمكانها لا أدري. الغرض المقصود بأنه قد فقدنا المؤانسة والملاطفة، فنرجع ونعود إلى الرعيل الأول، لأن هؤلاء هم سادة الناس، لأن هؤلاء هم الذين قادوا الدنيا بأسرها وملكوا الدنيا في مدة وليزة من عمر الزمن، وعاشرهن بالمعروف، أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم لأهله؟ خذ تصدير الباب، عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل كان رجلا حريصا، قبل 3 أشهر أسلم وطلب المدد من النبي، فجهز سرية وأمر عليها أبا عبيدة بن الجراح، وجعل معهم من؟ عمر بن الخطاب وأبو بكر ماجد الصحابة. فلما ذهبوا تحت راية عمرو بن العاص قال إذن لي مكان عند النبي، نعم هو له مكان لكن لا ترتقي فهو مكانت هؤلاء. فجاء للنبي فسأله سؤالا صريحا، من أحب الناس إليك؟ قال يا رسول الله، قال نعم، قال من أحب الناس إليك؟ أردت الجواب، صدر الباب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن أحب الناس إلى قلبي، قال عائشة. صدر الباب بعائشة، قال عائشة، فقال لست على النساء أسهل، أنا أسأل عن الرجال، قال أبوها، لكن قال عائشة، صدر الباب بعائشة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة ويحب أزواجه، لكن يظهر عن النبي صلى الله عليه وسلم الود والملاطفة التي ظهرت جلية في تعامله مع عائشة رضي الله عنها وارضها، أخذت قلبه. العائشة
رضي الله عنها وأرضاها كانت تقول في حديث الإفك: كان الذي يؤرقني أنني لا أجد الود الذي كنت أعتاده من النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدخل فلا يزيد ويقول كيف تيكم، لأنها تعلم كيف لما كان يدخل بهشاشة وبشاشة ويدخل كيف بكل الود والعاطفة والمشاعر المفعمة التي يعني غمرت عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وهي ملكت شغاف قلب النبي صلى الله عليه وسلم كالحب الجبلي بين الزوج وزوجه. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا كان في سفرة وعائشة ما زالت صغيرة السن، لأنها قالت رغم أنف الجاهلين، قالت عقد علي النبي وأنا بنت 6 سنين. الكتب 9 أخرجوا هذا الحديث. الجاهل الذي يقف يتكلم يسكت عن جهل لا يضحك عليه أهل العلم، فيقولون يا جاهل، أهل العلم من المتقدمين أجمعوا على الكتب 6 خرجوا هذا الحديث. قالت عائشة عقد علي النبي وأنا بنت 6 سنين، ثم دخل بي وبنى بي وأنا بنت 9. أنت انظر في البلاد الحارة في الخليج، البنت بنت 9 سنين كيف تكون امرأة تلد وتحمل. فقالت ودخل بي وأنا بنت 9 سنين، فكانت صغيرة السن لم تحمل اللحم. فقال لها تسابقيني، انظر النبي هو سيد الخلق أجمعين، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. النبي هو الذي قال فيه ابن عباس: والذي نفسي بيدي ما زرأ الله وما خلق وما برأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي الذي قاد الأمم، النبي الذي صلى بالأنبياء صفا جميعا عندما أسري بي يتسابق. يبقى لا أحد يقول لي والمكانة والوقار والسكينة، أنت قلت لك انزع كل هذا على شماعة خلف البيت، ادخل كن كما شئت تنبسط جدا. هم قالوا لما ابن العالم في غالب أحقاب الزمن، يعني ابن العالم لا يخرج كالعالم، ما يكونش عالم. ليه؟ لأنه بيرى أباه منبسطا معه، يمزح يضحك يلعب معه الكرة يأخذه يصارعه، لما هذا الود في البيت. فهنا الزوج إذا دخل لزوجه ينسى كل شيء، ينسى أن الله قدمه بين الناس، ينسى أنه كان إماما لهم، ينسى أنه كان معلما. فقط الجنون أنا أعي ما أقول وأعني به، فقط الجنون، إلا أن يأتي وقت العمل خلاص ينحي الجنون في عنبره وفي المشفى التي هي فيها الجنون، وبعد ذلك يستعير الجنون مرة أخرى عندما ينتهي من عمله الذي ألزمه الله إياه. هذا هو، هذه الجدية. فلذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها يقول لها النبي تتسابقين، والجيش في الجيش يقاتل الكفار، يذهب يغزو، وفي نفسها وفي نفس الوقت وفي نفس التوقيت لا يضيع حق المرأة في هذا الباب من اللطف. المرأة كما قلت غب عنها يومك شهرك عامك، وفي كل يوم قطر قطرة من العاطفة من الود من الملاطفة من الأنس، تغزل في موطن جمالي من مواطن جمالها، وإلا في رقة مشاعرها، وإلا في لطف تعاملها، وانظر ماذا سيكون لك بعد ذلك. هذا كائن بشري، هذا محيط يفيض عليك إن استطعت فقط أن تحرك هذا البحر، بس فقط كن لبيبا في هذا الباب. فالغرض المقصود أنها قال لها النبي تتسابقين، قالت نعم وهو سيد الخلق أجمعين، هو الذي قال فيه ابن عباس: والذي نفسي بيده ما ذرأ الله وما خلق وما برأ أكرم عليه من رسول الله. قال تتسابقين، قالت نعم. فقال للجيش في الجيش أو يعلمون، هو يقول أبو بكر لو سمعني، عمر لو سمعني، طب عثمان علي الشجاع يراني أتسابق، يعلم أن ده هو يقول لهم ائتسوا بي، هكذا أنا وأنا سيدكم وأنا سيد الناس أجمعين، هذا الذي لابد أن يجتمع في شخصيتي. لذلك لابد يستغربون أن رجل يكون حاد جدا ولين جدا، لابد القوة الغضبية والعاطفية تكون في الإنسان، ولابد أن يكون شجاعا مقداما، ولابد أن يكون هينا لينا رفيقا محبا، ولابد أيضا أن يكون ممن يتأخر حين يستدعي الوقت للتأخر، ويتقدم حين يستدعي الأمر للتقدم، وأن يكون ذكيا يتكلم حين يطلب منه الكلام أو يستدعي الأمر في الوقت الكلام، يصمت حين يلزم الصمت، يتأمل حين يكون التأمل، هكذا تكامل الشخصية لتبرز للناس فتقود الناس. وقاد النبي الناس بذلك
فلذلك قال تقدموا الجيش العرام رم يتقدم، لما؟ ليتسابق النبي مع زوجه. فلتسمع الدنيا بما في ديننا من رحابة وفسحة، ولتعلم هذا ديننا، لكن نحتاج إلى أن نعقل ديننا، نحتاج إلى أن نعمق النظر في حلو شريعتنا وسعة شريعتنا التي لم تترك شاذة ولا فاذة ولا شاردة ولا واردة ولا صغيرة ولا كبيرة ولا دقيق ولا جليل إلا أتت به. ولذلك قال الشافعي رحمه الله الشافعي قال ما من نازلة إلا في كتاب الله حلها، علم من علمها وجهل من جهلها. كن على يقين بأن الله ما ترك لك شيئا إلا بينه لك وعلمك إياه. فتسابقت فسبقها النبي صلى الله عليه وسلم، فسبقت النبي صلى الله عليه وسلم ما حملت اللحم وحمل اللحم ويتسابقان صغيرة السن. النبي لما تزوجها 54 سنة في القريب، لما كنت ضابطا السن بالضبط 9 سنوات، فسبقت النبي بقيت بعد ذلك بعد أعوام سافر النبي وسهمها خرج فسافرت مع النبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة تتسابقين، يذكرها بما مضى تتسابقين، فقالت نعم أتسابق. فقال للجيش تقدموا، فتقدموا لما؟ ليسابق سيد الخلق أجمعين زوجه. فتسابق فسبقها النبي فابتسم وقال لها هذه بتلك واحدة بواحدة، ربحت الأولى أنا ربحت الثانية. وهنا يستطيع الرجل أن يتسابق مع زوجه ذهنيا، يتسابق مع زوجه في ألعاب كثيرة ممكن يلعب بها معها. والاختراعات احنا في زمن الآن ما فيها إلا اللهو، يعني ما في شيء يحرك العقل إلا اللهو، فكثير ممكن ينشغل مع زوجه باللهو المباح وله في ذلك عميم الأجر. الملاطفة بين الرجل وبين زوجه، ولك أن تعلم ذلك بوصف عائشة لا بوصفي أنا. عائشة تقول كنت ألعب مع لي صواحب صغيرات السن، جواري صغيرات السن يعني في سن 7-8-9 سنوات تلعب معهن. قالت فكان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيتقمعنا منه، يعني يختبئنا منه وتفر كل واحدة خوفا من النبي، فينظر النبي إلى عائشة، عين النبي تنطر تقطر إن صح التعبير حبا لعائشة، فينظر لعائشة فيذهب إلى الجواري صغيرات السن فيأتي بهن لعائشة رضي الله عنها وأرضاها لتكمل اللعب معهن. يا لها من أخلاقيات راقية، يا لها من مؤانسة، نزيدها إيضاحا بعد هذا الفاصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، وعاشرهن بالمعروف في ديننا فسحة، إظهار المشاعر والمحبة واللطف والمؤنسة بين الزوج وزوجي، يستقيم البيت، تستقيم نفسيات الأولاد، تنتعش الأمة بأسرها بسبب استقرار الأسرة المسلمة. فنسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من الذين يتعلمون العلم فينفعهم الله به فيطبقون هذا العلم. جميعا نحتاج إلى ذلك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وانشر ذلك بين الناس. وعاشروهن بالمعروف، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيركم خيركم لأهلهم وأنا خيركم لأهلي. قلنا كيف كان النبي يظهر المحبة والود والعطف لعائشة، وهذا كان جليا لا يخفى بحال من الأحوال. الصحابة الكرام كانوا يتقصدون نوبة عائشة رضي الله عنها وارضاها، اليوم أو الليلة التي يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة، فيبعثون بالهدايا له، يعلمون أنه يحب عائشة جدا، حتى غارت النساء أو غار أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم ما يعني وكان منهن ما كان. وهذا سيأتي إن شاء الله في الكلام على مراتب التعاملات، كيفية التعامل النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأحوال، يظهر الود والعطف والأنس والمحبة بينه وبين زوجي، يهذب مسألة الغيرة ويضعها في مواضعها الصحيح، يؤلف بين
بين القلوب، يعلم الجاهل. هذه كلها لو اكتسبها الرجل لعاش سيدا في الدنيا بأسرها مع آل بيته، بل وتقدم الناس، صار إماما، صار إماما للناس. النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة تسأل أول ما كان يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم عند الدخول إيش؟ قالت السواك، يتسوك، كان يتسوك النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن من الحكم في السواك أنه مطهرة للفم، كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأن السواك مرضات للرب، مطهرة للفم، مطهرة للفم، ولابد أن يكون في أحسن هيئة وأن يكون في أطيب رائحة ليؤثر على امرأتي. وأيضا العكس بالعكس، يعني عند الدخول لما يهش ويبش في وجهها وتهش وتبش في وجهه ويتكلم بالكلمة اللطيفة أو ينظر فيها حيثما كانت، أي حالة كانت عليها المرأة، ينظر إلى أي حالة كانت فيها المرأة فيتمثل بيتا من شعر أو يتغزل في موطن جمال من مواطن الجمال، ابتدأ اللقاء بحرارة بشيء ما فيه من الود والعطف، سترى بعد ذلك يكون الأمر أرقى ما يكون. لكن إن كان غضوبا عبوسا ودخل لا يكلم أحد لا يسلم، إذن المسألة ستترتب عليها بعد ذلك المشقة والصعوبة ووعورة اللقاء في تجاذب أطراف الحديث بينهما في هذا الباب. البداية مهمة جدا في هذا الباب. فكان النبي يتسوق لأنه قد يقبل امرأته وقد يتكلم هو بالقرب منها، فما ترى منه ولا تشعر منه إلا الطيبة الرائحة. وهكذا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما كان يحب أبدا أن يظهر منه ما يمكن أن ينفر أحدا، أعوذ بالله. هو الذي قال من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين الثوم والبصل فلا يقربن مساجدنا، فلا يقربن مصلانا، وقال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. لذلك كان يمتنع أن يأكل من البصل وإن كان مطبوخا، مع أن عمر قال أميتوه بالطبخ، وإن كان مطبوخا قال لأبي أيوب الأنصاري قال أنا أناجي من لا تناجي، أنا يأتيني جبريل لا أضر أبدا. فالنبي كان يمقت جدا أن يظهر منه رائحة يمكن أن تؤذي من حوله. فانظر لما دخل النبي على عائشة رضي الله عنها أرضها وهي قالت لزينب، قالت لسودة، قالت لحفصة قولي له أكلت مغافير، وهذا سيأتي تفصيله في مسألة الغيرة تمنع النبي مما يحب النبي صلى الله عليه وسلم، أكلت مغافير، فهو حتى لا تظهر منه رائحة قال لها لا تخبري أحدا لن أفعل ذلك مرة ثانية، وأقسم أن لا يأكل مغافير. ويقال بأن هذا سبب نزول قول الله تعالى لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وقيل بسبب مرية، وهذا سيأتي إن شاء الله التفصيل في الكلام فيه. لكن أقصد أنه كان راقيا ساميا بأبي وأمي، يحب ما تظهر منه إلا الرائحة الطيبة، فكان يتسوق أول ما يدخل لزوجي لأنه سيتكلم بالكلمة الطيبة، يقبلها تقبله، يراها بحرارة تراه بحرارة. هذه السنة التي يطبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتسي بها الناس بعد ذلك. زن نفسك على كل هذه المواقف. النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها معه، والحرب يلعبون في الأعياد، يلعبون في المسجد الحبشة يلعبون بالحربة، الحبشة يلعبون في المسجد بالحربة. فنظر النبي، يعجبه النبي المنظر، فقال لعائشة رضي الله عنها وارضاها، لأنه إذا أحب شيئا يحب لعائشة أن ترى ما يحب وأن تسمع ما تحب، وكان يحب لها كل ما تشتهي. فقال لها يا عائشة تحبين، تريدين أن تنظري؟ فقالت نعم، وهي تقول ما لي وللنظر، يعني ما بي رغبة قوية للنظر، لا، أردت أن يرى نساء النبي صلى الله عليه وسلم موقعي منه فقط، إشعال الغيرة دراير، هي تريد تبين للجميع أين أنا من رسول الله. فالنبي وقف لها عند الكوة الفتحة، وهي وقفت خلفه، وهي تقول وأضع خدي على خد النبي، يا للطف والأنس والاحتمال، وأضع خدي على خد النبي فتنظر للحربة هم يلعبون، للحبشة هم يلعبون بالحربة في المسجد في الأعياد. لأن لما حصبهم عمر بن الخطاب نهى النبي وقال إن اليوم عيد، فكانت في الأعياد فهي تنظر، لكنها ماذا قالت؟ قالت وأضع خدي على خد النبي صلى الله عليه وسلم يرى نساء النبي مكانتي عنده، أو مكاني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بتلفظ المشاعر
قبل اللقاء هذا مهم جدا. قال الله تعالى وقدموا لأنفسكم، المسألة ليست عملا معينا أو مكينة معينة أو رجل ينحت نحتا يريد أن يخرجه في نفس الوقت، هو المسألة فيها ما فيها من الذوق عند الالتقاء، فلابد من إظهار المشاعر، ولابد من التغزل، ولابد من التقرب. امتلاك الأذن عند المرأة يمتلك الرجل بها القلب، فإن امتلك القلب صار سيدا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلاطف عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكان يتغزل في محاسنها، وإن كان هناك أسانيد ضعيفة لم تصح، لكن في باب السير كما قال أحمد، وهذا أساس قاله أحمد الإمام أحمد بن حنبل، قال إذا جاءت السير خففنا، وإذا جاءت الأحكام شددنا في مسألة الأسانيد. فهنا قد نقول في أن بعض الروايات الضعيفة التي يستأنس بها في هذا الباب، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على عائشة وتقول تحبني، يقول نعم أحبك، فتقول يا رسول الله كيف حبك لي، يأخذ الثوب وطرف الثوب ويعقد عقدة، يقول قلبي عقد انعقد على حبك، خلاص أنت امتلأتي أو امتلأ قلبي بحبك. هو نفسه قال قولا بالحديث الصحيح هنا الآن الذي نتمسك به، قال إني رزقت حبها، إني رزقت حبها، فقال رزقت حبك، أنا أحبك، نعم الله جل وعلا أوضعك في قلبي. ولذلك ما أحد يلوم أحد على أن زيد أحب عائشة، أو عائشة أحبت عمرا، أو عمرا أحب يعني هندا. القلوب يملكها الله جل وعلا، مسألة أن يضع فيها من يشاء هذه من الله في السماء ليست في الأرض، والأرواح جنود مجندة، لابد أن ترى التقارب القلبي والعاطفي، لابد يكون في تقارب في سمات الشخصية، هذا في الغالب. طبعا كل قاعدة لا تكون كلية لكن تكون أغلبية، إن وجدت المودة أو عمق الحب بين رجل وامرأة فاعلم أن لهما من التوافق في سمات الشخصية الحظ الأكبر. فقال أنا رزقت حب عائشة، فالله رزق قلبه حب عائشة، فكانت تقول تحبني، يقول نعم أحبك، فالرجل يبخل بهذه الكلمة على زوجه، بل يرى أنه كبير على أن يقول بذلك، هذا للصغار للشباب بقى المراهق، هذا خطأ بين جدا. انظر النبي يجيش الجيوش ويبعث السرايا للغزوات، ويأتي عمرو بن العاص ويقول يا رسول الله، هذا بعد الفتح، فيقول يا رسول الله من أحب الناس، يقول عائشة أحب، هي أحب إليه عائشة. ولذلك الحديث وإن كان في ضعف لكن المعنى صحيح، وله شواهد تقوي المعنى، لا يرى للمتحابين سوى النكاح، لا يرى، يعني أفضل شيء هنا الآن طالما التقت القلوب أن تلتقي الأبدان، وهي غايتها القلوب تصل إلى الأبدان، ما لها حل إلا ذلك. فلذلك قالت تحبني، قال نعم أحبك، قالت وكيف حبك لي، فعقد على ثوبي عقدة، وقال كهذه العقدة، يعني قلبي عقد على حبك. فكانت في كل المجامع تجلس وهي مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم تترفع، دايما كانت عائشة تترفع أمام النساء، حتى كانت تترفع في الكلام على خديجة، وسيأتي الكلام على الوفاء للزوجة. فقالت عائشة رضي الله عنها كيف حال العقدة، فكان يطمئن قلبها على ما هي عليه، على ما هي عليه، لم تنخرم بل تزداد على ما هي عليه. الحديث ضعيف لكن المعنى يبين لنا أنس الرجل بزوجه، وأيضا تبادل كلمة الحب والشعور بينهما يعمق العلاقة الأسرية، كما أنه يعمق العلاقة بينهما في طاعة الله جل في علاه. ما هو إذا أحبها أخذ بيدها فصلى بها، أو علمها ما جهلت، أو قرأ عليها حديثا تتعلمه، وإن أحبته وكانت أتقى منه ضبطت له القراءة، وضعت له خطا تحت ما يجهل حتى يتعلمه، لأنها تحبه وتحب له الخير وتحب تقدمه لا تأخره، هكذا يكون بين المتحبين. فهنا عائشة تختبر حبها عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذات مرة لما دخل عليها قالت تحبني، قال نعم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت برهن لي، قال خذي، فأعطاها دينار، علامة حب.
وطبعا كيف تكون يكون الدينار علامة حب؟ الدنيا بأسرها لا تساوي العاطفة التي امتلأت القلب. أن الإنسان لا يسير سيرا سويا في الدنيا إلا باستواء قلبه. فهل الدينار يكفي؟ لا لا، هو المعنى 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 من حبي لك أهاديك وما أملكه هو لك فقط. أما رأيت يقولون الشعور أولى من الفعل، أن أستشعر باستقبالك لي أفضل من أن تطعمني وأن تقدم لي أشهى ما عندك. فقط أشعر بأنك تشتهي أن أكون عندك، أو أنك تشتاق إلى رؤيتي. فالشعور يغني عن كل شيء، الشعور يغني عن الطعام والشراب. هو الإنسان لا يتحرك إلا بشعور، الإنسان لا يتحرك إلا بشعور في هذا الباب. فلذلك لما تقول له برهن لي ويعطيها الدينار، ليس الدينار مقابل الحب أبدا، هذا فهم مغلوط. لكن هو كأنه يقول أنا من علامة المحبة أنني ما أملكه كله يكون تحت قدمك لحبي لك، فأهاديك بما أملك وفوق ما أملك، فتستشعر هي بذلك. لكنه لما أعطى، لما جعل البرهان عطاء، فقال هنا يأتي العدل. ميل القلب لا عدل فيه، عشان النساء يا رب على التعالم عندهن في هذا الباب. يعني المرأة التي تقف أمام التعدد تقول ماذا ستفعل بقول لا جل في علاه ولن تستطيع أن تعدله، ولن الله ولن تستطيع أن تعدله، هذه ماذا 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 عندك فيها؟ فهم مغلوط. لن تستطيع أن تعدله في ميل القلب، في ميل القلب فقط. ولكن عد قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا يبقى هنا العدل هو موجود. لكن لن تستطيع أن تعدلوا إيش؟ لن تستطيع أن تعدلوا في ميل القلب، لأنك لا تملك. والحديث وإن كان في ضعف لكن يظهر لنا معنى الآية وضابط الآية، وهو قول النبي اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، ليلة هنا ليلة هنا ليلة هنا، على خلاف فقه بين العلماء هل القسم واجب على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. قال اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. أنا بحب عائشة أكثر من نسائي، يحبهن جميعا لكن عائشة تزيد. فتحريك القلب بالمحبة في هذا في هذا في هذا الباب عند القصد. لما أعطاها الدينار قال إذن لابد من التسوية، أعطى دينارا دينارا دينارا. قد لا يستطيع المرء فيتسامح من الأخرى، إن سامحت أسقطت. وهذا الذي يمكن أن يعيش به المرء، يقف بحد يقول هذا الذي أستطيعه، إن قبل قبل وإن لم يقبل أستميحكم عذرا. لأنه رحم الله امرأة أيضا عرف قدر نفسي وعرف قدر وقتي وعرف قدر طاقتي، فيقول هذا الذي أستطيعه، فهل هذا يكون مقبولا أم ليس بمقبول؟ هذا هو. فالغرض المقصود أعطى لكل واحدة دينار، لكنها لما اجتمعت أو ألمت بها المجامع مع نساء النبي أرادت أن تترفع أكثر وأكثر، فقالت يا رسول الله من أحب نسائك إليك؟ وهذا السؤال أمام الزوجات، من أحب نسائك إليك؟ والنبي يعني النبي يؤتى بالوحي، ألا يؤتى بالفراسة؟ فراسة النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر فابتسم فقال التي أعطيتها دينارا، فوقفت تبتسم ويعني تفتخر كأنها هي المخصوصة بالدينار، وهو أعطى كل واحدة دينارا. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في مسألة أدب القصد. لكن كان يشعر كل من حوله أنه يحبه هو، وكان يظهر مشاعره. فالرجل الذي يكتم مشاعره هذا أو لا يستطيع أن يعرب عما بداخله مشكلة كبيرة للزوجة، وهي المفروض أن يعني أن تجاهد من أجل أن تحرك هذه المشاعر الكامنة داخل الرجل، فيكون كالفيض ينساب كالماء. فهنا هذه الملاطفة والمؤنسة والحب والعاطفة بينهما لابد أن تظهر ليستقيم البيت. لون آخر في التعامل، وهذا من الأهمية بمكان، هو أن هدهدة الجبال أفضل من جرح المرأة أو من جرح المرأة في كرامتها. تعرف حتى المرأة التي فعلت الفاحشة، الشرع حاول أن يغطي لها كرامتها في هذا الباب وألا تجرح. انتبه هذا العلم عشان تعلم كيف جهل التعامل حتى مع من يسقط، مع العصاة. ونحن كلنا فينا المعصية، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين.
انظر إلى هذه الشريعة الغراء ماذا كانت تفعل. النبي يقول الأمة هي ليست حرة هو الآن، والأمة تتبجح ما تتبجح، فيها بعض التبجح. الأمة قال إن زنت أمة أحدكم شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، فليجلدها الحد ولا يسرب. انتبه، هذا الذي الإطار الذي أقوله لك، احفظ كرامة امرأتك قدر الإمكان، إلا إذا هي تجنت على كرامتك الأمر منتهي، هي التي جنت براقش على نفسها. لكن طالما هي في حد وتعلم كيف تحترمك، وجب عليك أن تفيض عليها احتراما وتوقيرا لمكانتها، وهي تحب ذلك. إياك أن تجرح امرأة، جرح المرأة عميق يشق عليها جدا. هدهدة البلاد خير من ذلك، نعم، هدهدة الجبال خير من جرح المرأة. فهنا لابد أن تعرف لها كرامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليجلدها الحد ولا يسرب. ولا يسرب يعني لا يسب، لا يقول لها يا فاعلة الفاحشة، يا زانية، يا أنت تنظرين إلى كذا، لا 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 لا، يغض الطرف، يقيم عليها الحد من أجل تحقيق شرع الله جل في علاه، ويغض الطرف. ومن يفضح مسلما بمعصية سيفضحه الله لا محالة. وهذه صفات المنافقين لا صفات المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. ومن تتبع عورة المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر بيته. إلى مسألة حفظ كرامة المرأة يأتي تفصيلها إن شاء الله في الدروس القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ورزاكم الله خيرا. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.